بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر سبحانه وتعالى. ربنا اللهم اجعل كيدك في نحرهم واجعلنا منتصرين عليهم وهم غافلون عنك وعن وعيدك يا رحمن. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورحمة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. شنو أحوال مع جهنم هذه؟ لا جهنم، هيل فاير، دو هيل فاير، شنو حكايته؟ كيف يكون من ساكنيها بالخلود والعياذ بالله، وبئس ذلك الخلود. نعود إن شاء الله تعالى بهذه الآية الكريمة.